هنكمل سلسلة البيدياتريك اند نيونيتال ميكانيكال فنتيليشن، وهنتكلم عن الادابتيف سبورتيف فنتيليشن. وزي ما قلنا السلسلة موجهة لزملائنا اللي في الماستر وفي الزمالة، وفي نفس الوقت لزملائنا اللي شغالين في الحضانة. انا جايب 3 اطفال هنا، لان الادابتيف سبورتيف فنتيليشن بيتحكم في 3 مودز بيسموها 3 in 1، بيتحكم في ال سي ام في وفي الاس اي ام في وفي البريجر سبورت، وتعتمد على الانسبيراتوري سبورت او بتعتمد على الانسبيراتوري ايفورت اوف ذا بيشنت. زي ما احنا قلنا اللي هي الادابتيف سبورت فنتيليشن دي يعتبر طائره بدون طيار، لان هي بتعمل اوتوماتيك ادجاستمنت انها تحول من الميكانيكال بريث للسبونتينيوس الاسيستد بريث للسبونتينيوس بريث بيزد على التايدال فوليوم والبلمونري ميكانكس بتاعه البيشن، او يسموها سياره ذاتيه القياده. النقطه الثانيه اللي هي الادابتيف سبورت فنتيليشن، احنا كومباين سموث زي ما قلت ان هو 3 ان 1 يعني 3 في 1، اللي هي البي سي في اللي هي البريشر كنترول فنتيليشنز والاس اي ام في والبريشر سبورت. سي ان البيشن ما بيتنفسش نو سبونتينيوس بريث، على طول الجهاز هيتحول اوتوماتيك ان يكون سي ام في او بي سي في او اسيست كنترول. طب لو سي ان البيشن بارشلي سبورتد او يتنفس بس بارشلي سبورت، هيتحط الجهاز هيحوله اوتوماتيكالي بيتحول على اس اي ام في. طب لو البيشنت يحتاج البيشنت هو اوريدي بيتنفس والريسبيراتوري ريت بتاعه از هاير ذان ذا تارجت بيتحول ل بي اس في، يبقى واحد ما بيتنفسش خالص يتحول على يحط على الاسيست كنترول او البي سي في او السي ام في. طب لو هو البيشن بيتنفس والار ار بتاعته لوور ذان التارجت احط على اس اي ام في. طب البيشن فول بياخد السبونتينيوس بريسنج وهاير ذان التارجت هنحطه على البي سي في. يبقى هي فكره انها البريجر كنترول والبريجر سبورت، بريجر كنترول هنحط على اس اي ام في والبريجر سبورت هو البي سي في. النقطة الثانية هنا لو الادابتيف سبورتيف فنتيليشن احنا قلنا عليه ان هو كومبايند مود او دوال مود، بيتماشي مع اللي هي البريشر سبورت والبريشر كنترول تو مينتين المينيمم، طبعا المينت فنتيليشن اللي هي الريسبيراتوري ريت والتايدال فوليوم، وفي نفس الوقت من مميزاته انه بيقلل لك الورك اوف بريس، وبيعتمد ميلي ميلي على البيشن كونديشن اند ريسبيراتوري ايفورت. It could be provide mandatory assist spontaneous type of breast. تعتمد يعني هل البيشن هو على حسب البيشن كونديشن والريسبيراتوري ايفورت بتاعت المريض هيبتدي الجهاز يحط، هل يحط له الاي سي ولا يحط له الاس اي ام في ولا يحط له البريجر سبورت. احنا عندنا زي ما احنا عارفين التايب اوف بريث احنا قلنا مانداتوري وقلنا الاسيست وقلنا السبورت. المانداتوري قلنا الريسبيراتوري سايكل عباره عن تريجر هون انشيت ذا بريث وهيوصل للليميت، وفي نفس الوقت السايكلنج اللي هي الاند اوف انسبيريشن وهيسويتش على الاكسبيريشن. المانداتوري اي مانداتوري يعني ماشين از كنترولد ويز تايم، مانداتوري يعني تايم، التريجرنج باي تايم، الليميت هيكون بريشر والسايكلينج والاند اوف انسبيريشن هيكون بالتايم، لكن سبورتيف بقى البيشن هيبتدي ياخد البريس بتاعته، يبقى لازم يكون ايه التريجرنج، البيشن هيعمل التريجرنج مش الماشين هتعمله. طب الليميت هو البريشر ثابت لكن السايكل هيكون فلو لانها عباره عن ذا بريث اوف ذا بيشنت. النقطه الثانيه اللي هي في هاو داز ات ورك ذس ادابتيف سبورتيف فنتيليشن، اما باسيف versus active patient. هل البيشن ده باسيف يعني بياخد كل البريثنج بتاعته عن طريق الماشين، ولا هو اكتف بياخد الانسبيراتوري ايفورت بيعتمد على نفسه؟ طب لو هو، لو خدنا مثال ان هو ادابت سبورتيف فنتيليشنز از باسيف يعني البيشن ما بياخدش سبونتينس بريث، فبالتالي الفنتيليتور هيتحول هيكون اوتوماتيكالي ادجاستد هيكون فوليوم تارجت بريشر كنترولد مود. يعني لو هو باسيف من الماشين يبقى فوليوم تارجت بريشر كنترول، اللي هتفرق بقى عن طريق ان هو يكون اكتف هيكون مش بقى فوليوم تارجت بريشر كنترول، هيكون بريشر سبورت. هي دي الفرق الجوهري ما بين ان البيشن اكتف اور باسيف،
باسيف يعني الماشين بتدي له كل حاجه، يبقى اسم المودل هيشتغل عليه اللي فوليوم تارجت بريشر كنترول. طب هو بياخد نفسه بريشر سبورت. طيب الادجستمنت مع البيشن اللي هو ما بياخدش نفسه هيكون اوتوماتيكالي ادجستمنت الانسبيراتوري بريشر، respiratory rate, inspiratory time, expiratory time ratio, وماكسيمم tidal volume is controlled by setting of maximum inspiratory pressure. وزي ما انتم عارفين اللي هو الاكسبيراتوري تايم actually determined according to expiratory time constant عشان يمنع اللي هي الديناميك هايبر انفليشن والاوتوبيب والخبارو تروما بوليوتروما، فبالتالي بيكون constant expiratory time. النقطة اللي بعديها احنا قلنا ان المريض هيكون كان في الاول باسيف، هنا هيكون اكتف. اكتف يعني ايه؟ spontaneous breathing patient. فبالتالي طب الاوتوماتيك adjustment او المود هيكون volume target بريشر سبورت، التاني كان volume target بريشر كنترول، لا هنا الاكتف هيكون بريشر سبورت. والاوتوماتيك ادجستمنت هو مفيش غيره البريشر سبورت اكوردنج تو سبونت واكوردنج للسبونتينيوس بريسينج اور ريسبيراتوري ريت اوف ذا بيشنت. وطبعا كل الاوتوماتيك ديكريز بريشر سبورت وين ذا بيشنت از ريكفري فروم انسبيراتوري سترينز اند يوسفول فور ويننج، ات ويل بي جود فور ويننج. وبعدين ندخله على من الويننج ندخله على التراير بيفور اكستوبيشن، بيسموها الويننج ترايل بيفور اكستوبيشن، وهيجي لها في السلايد اللي بعد كده. لكن قلنا المين ديفرنس بتوين الباسيف فيرسس اكتيف بيشنت، لو هو باسيف يعني الماشين بتديله، معنى ذلك ان هو فوليوم تارجت بريشر كنترول وادجستد ويز انسبيراتوري تايم اند بريشر كنترول والاذرز. طيب لو هو البيشن هو اللي بيتنفس يبقى ده فوليوم تارجت بريشر سبورت، والادجستمنت كله عن طريق البريشر سبورت لان البيشن بياخد سبونتينيوس بريث. طيب هنا احنا قلنا الجهاز ده مش هتصدقوا بقاله سينس 1998 يعني من سنه 98 هو شغال، وشغال بقاله من 1998 يعني بقاله اكتر من حوالي 20 سنه. ومين الشركه البايونير واليونيك في الشغل ده؟ الهاملتون ميديكال فنتليتور، ودي شركه سويسريه. طيب نفس الفكره برضو ان هو هاو داز ات ورك، احنا قلنا هتعتمد هل انت بريشر كنترول ولا بريشر سبورت، هل هو البيشن بياخد نفسه ولا ما بياخدش نفسه، تعتمد على الانسبيراتوري ايفورت. والبريجر هيعتمد بياخد نفس ولا ما بياخدش، ما بياخدش يبقى بريجر كنترول، بياخد يبقى البريجر سبورت. يعني مور سبونتينيوس بريث على طول يبقى ليس مانداتوري بريث. طيب الادابتيف سبورتيف فنتيليشن السيتنج، انت عندك اللي هي بيسموه الويننج سيتنج والاذرز. يعني احنا مثلا لو قلنا المينيمم مينيت فنتيليشنز اللي هو 25%، احنا قلنا كل المينيت فنتيليشن هيكون بالبرسنتج، النورمال برسنتج اللي 100% اللي هي 100 ميل بير كي جي بير مينيت لو هو ادلت، او 200 to 300 ml per kg per minute لو هو بيدياتريك جروب. وقلنا النيونيت مش داخله في الموضوع لانه لسه الاستاديز والريسيرش شغال على النيونيت، انه خد دخل في الادلت دخل على بعدين بيدياتريك على النيونيت، ستيل الريسيرش شغال على ان ايه يدخلوا المده في النيونيت. طب لو البيشن ازماتيك ولا حاجه هيكون قليل شويه عشان الموضوع اللي خاف من الاوتوبيب وانه يدخل في اوفر ديستنشن. ولو البيشن عنده فيبر ولا حاجه بيزود المينيت فنتيليشن باي 20% او هو على السي ليفل ممكن تزوده باي 5%. طيب هنا الادابت سبورت فنتيليشن ريكوير اتنشن تو جاست مينيت فنتيليشن، احنا قلنا اللي بيتحكم هو بيتحكم في كل حاجه ما عدا الدكتور، يعني ده يعتبر بيستغنى عن الريسبيرتوري سيرابيس بيستغنى عن الدكتور، فبالتالي هو مش محتاج غير ان انت تحط له الميد فنتيليشن والاف اي اوكسجين. واحنا قلنا البيب، والبيب على حسب الديزيز وفهمك للديزيز وعلى حسب الباثوفيسيولوجي اوف ذا ديزيز. طيب والبيشن كونديشن، طبعا احنا قلنا ميزه الجهاز الادابت سبورت فنتيليشن ده ان هو ايزي تو يوز على اساس انه بيتنقل من مود لمود، بياخد 3 مودز الاي سي والاس اي ام في والبيشن سبورت، وبيتنقل بينهم على حسب البيشن كونديشن والريسبيراتوري ايفورت بتاعه. وزي ما انت عارف ان هو بيحسب لك التايدا فوليوم مع كل بريس ويشوف اللانج كومبلاينس، وبناء عليه بيعمل اوتوماتيكلي ادجستمنت ان يدخل على الاس اي ام في ولا يروح على البي اس في. فايزي تو يوز
طيب في نفس الوقت ان هو امبروف البيشن اوت كم عن طريق ان هو يقلل لك التايم او اللينسنج اوف ذا ستي ان ذا ان اي سي يو او تو ستي ان ذا فنتليتور. جينا للادفانتجز، احنا قلنا سيف تو يوز عن طريق ان هو بيتنقل من مود لمود على حسب البيشن كونديشن والريسبيراتوري ايفورت. فنتليت اول ذا بيشن سواء البيشن ده اكتيف ولا بس. قلنا يعني ايه اكتيف؟ ان هو البيشن ما بيكتيف يعني البيشن بيتنفس وبياخد سبونتينس بريثنج بتاعته وبيكان على اساس ان هو بقى ويتنج انه يعمل له ويننج واكستوبيت. البيشن ما بيتنفسش هيتعامل معاه برضه، احنا قلنا هو عباره عن 3 ان 1. ما بيتنفسش هيحطه على السي ام في او الاي سي، لو هو بيتنفس هيحطه على اس اي ام في على حسب هو بارشال سبورت ولا فول سبورت. اللي هو البارشال سبورت لو هو البارشال سبورت الاس اي ام في، فول سبورت الاي سي. لو هو بياخد نفس وخلاص واموره فير اباف ذا تارجت سبيرتوري اباف ذا تارجت هيحطه على البريشر سبورت. طبعا هو بريفنت الاوتو بي، فبالتالي اللونج بروتكتيف استراتيجي حلو في حالات اللونج بروتكتيف استراتيجي على اساس ان هو بيادجاست بيمنع الاوتو بي والباروتروم والفوليتروم. ليس هيومن مانيبيليشن مش محتاج دكتور يقعد طول الوقت جنبه انه ينزل مثلا البيشن بتقدر تعمل له ويننج من الاي سي على اس اي ام في على البيجر سبورت، هو بيعمل الكلام ده كله، مش محتاج ان الدكتور يقعد يراقب وينزل من هنا وهنا وهنا. فبالتالي هو ليس هيومن مانيبيليشن بيوفر جهد الدكتور وقت الدكتور وقت المستشفى وقت البيشن، فصراحة هو is out of standing and unique mood. Save time and adjust it to patient respiratory effort. يعني تعتمد كل الادجاست الاوتوماتيك ادجاستمنت هتعتمد على المريض itself. طيب النقطة الثانية improve the patient outcome. ازاي improve the patient outcome؟ احنا قلنا عبارة عن intelligent ventilation عن طريق ان هو fewer days on mechanical ventilation. هي دي الليلة كلها والجهاز ده معمول كله عشان الكلمة دي، انه fewer days on mechanical ventilation ما بيطولش عليه. والنقطة التانية اللي بيفيدنا كمان ان هو الكلينيشن بيوفر وقت. الكلينيشن كان spend لان الكلينيشن كان spend more time with the patient and ensure shorter stay in the ICU. وقعد جنبه قاعد جنبه عمال بيعمل ويننج او بيزود اللي حطه على CMV ولا AC ولا SIMV ولا pressure support. لا هو الجهاز بيقوم بالكلام ده كله، بيعمل automatical adjustment based على tidal volume based على pulmonary mechanics based على البارامترز اللي انت حطيتها الميد فنتيليشن والبيبز والاكسجينيشن. النقطة المهمة طبعا من ضمن الفوائد بتاعت اللي ادابت سبورت فنتيليشن لونج بروتكتيف استراتيجي عن طريق انه مينيمايز الكومبليكيشن، عن طريق انه بيمنع الاوتو بيب انه بيعمل لك كونستانت اكسبيراتوري تايم، فبالتالي هيمنع الاوتو بيب ويمنع البوليتروما والباروتروما. تاني فوائد انه بيقلل لك الابنيا والتاكبنيا والاكسسيف ديد سبيس والاكسسيف لارج بريس اللي ستيكينج بريس اللي احنا قلنا عليها. طب ايه مشكله الديس ادفانتج بتاعته؟ الاكسبيرينس ليميتد اكسبيرينس، الناس خايفه تستخدمه لسه في الاكسبيرينس مع الجهاز مع البيدياتريشن ستيل، لانه لسه جاي من الادلت وداخل على البيدياتريك وهيروح على النيونيت، فالاكسبيرينس والناس والشغل معاها ستيل ليميتد اكسبيرينس. النقطه الثانيه ان هو اوبريشن الجوريزم تنتو فنتليتد ويز ان هو عامل زي هاي فريكوانسي هاي ريت ويز لو تايدال فوليوم عشان اللونج بروتكتيف استراتيجي. النقطة التالتة من هو الافيلابيليتي، مفيش غير هي شركة واحدة اللي بتعاملها اللي هي شركة هاملتون، ودايما شركة هاملتون دي بتتعامل مع الادلت، يعني فين وفين لما تتعامل مع البيدياتريك والنيونيت، فهي الافيلابيليتي موجودة في شركة هاملتون السويسرية، فدي من ضمن الديس ادفانتج بتاعته. في جدول معمول برضو هو ده اللي هي الادفانتج والديس ادفانتج، احنا قلنا الادفانتج بتاعته انها تقلل لك الورك بريث، انه بيعمل لك بريس تو بريس اناليسيز عن طريق تايدال فوليوم، كل بريس عامل زي المخابرات لو بيتنفس اي نفس بيحسبه عليه ويشوف التايدال فوليوم بتاعته وبتدي ادجستد مع النكست بريس ويشوف البيبي ده محتاج قد ايه تايدال فوليوم محتاج قد ايه بريشر ويبتدي ادجستد، هل هو محتاج انه يغير المود ذات نفسه بيغيره له كمان. فبيسموه حتى اسمه فنتليتور ادابت تو ذا بيشنت، يعني الفنتليتور ادابت مع البيشنت يعني متعايش. كلمه ادابتيشن ده يعني الفنتليتور بيتعايش مع البيشنت ذات نفسه على حسب وضعه والانسبيريشن والانسبيراتوري ايفورت بتاعه الفنتليتور بيتعايش معاه. النقطه الثانيه هنا بقى بالنسبه دي مهمه جدا، الريسبيراتوري ريت
سي انت عندك ان هي بارشل سبورت عن طريق الساي ام في او فول سبورت عن طريق الاي سي. طيب لو انت عندك تيرم بيبيز انا عايز احط له ست الريسبيراتوري بتاعه, سي انا احط ريسبيراتوري 40 بس في زير از ليميت 30, عندك يو كان جو فور 30 to 50%. طيب ايه المشكلة هنا؟ المشكلة هنا ان البيشن لو هو ما استريحش على الريت اللي انت حاطه, اللي انت حاطه حاطط 40 والبيشن وهو فول تيرم بيبي مش مستريح, هعمل ايه مع الاس اي ام في عشان احط بريشر سبورت. لو البيشن عنده هاي ورك اوف بريس with an assisted breast I have to add pressure support. انتوا عارفين فكرة الـ SIMB partial support, انت مثلا حطيت 40 والبيشن بياخد 60, ال 40 الجهاز هيديهم له وال 20 الباقيين ده هياخدهم بنفسه. ممكن اثناء ما بياخد ال 20 دول يتعب يبتدي يحصل work of press, ممكن يقول لك البيشن ركن او هنج, لا فانت بتحط البيجر سبورت دي عشان تسبورت ال 20 البريس بر ال 20 بريس دول بالبريجر سبورت. طيب لو هو انت عندك البيشن على اس اي ام في وهو بريماتور بيبيز هحط له كام؟ بيكون هاير ذان الفول تيرم هحط له 60, بس عند الرينج هنزل 20 وازود 20 على 60 يبقى 40 ل 80. طيب لو فرضنا انت حطيت السيتنج ده للبريماتور بيبي, البيبي ابتدى يتعب منك, طب هل احط بريشر سبورت مع الاس ام بي مع البريماتور بيبي؟ قال لك بيتر تو تشينج الايه المود ان هي هيتعبك بقى فتحطه على ايه على اي سي, يبقى هو اللي هو الفول سبورت if there is high work of breast with unassisted breast. ده بيشن انت حاطط 40 بيشن بيتنفس اكتر من كده فبالتالي هو محتاج ان يعمل له ايه, بيساعد هو برضه بيساعد البريسن بانه بيديله فول سبورت, بيديله بيديله مثلا الاس اي ام في بيساعده في ال 60 والبيشن مثلا خد 80 والباقي ال 20 التانيين دول مش هيساعده فيهم هيتعب هيحصل الورك بريس هيزيد. طب احط له بريشر سبورت, قال لك بيتر ان انت تحوله على الاي سي وتدي له فول سبورت لان البريماتور بيبيز عكس الايه الفول تيرم بيبيز. طيب انا دلوقتي ساي ان انا اخترت ان احطه على الاسيس كنترول اللي هي الفول سبورت. الفول تيرم بيبيز هنا بقى مش هحط ان هي زي الاس اي ام في, لا ده باك اب ريت. يعني ايه احط له باك اب ريت؟ اللي هو ان انت بتحط اللوست باك اب ريت للمريض, اقل شيء للمريض اللي محتاجه والمريض بعد كده هو اللي الابر ليميت بتاعه, هو اللي بيتحكم في الابر ليميت. انا احط له باك اب ريت 30 تو 40 اللي هو فول تيرم بيبيز, والابر ليميت ممكن هو ياخد بريس ان بتوين بس الابر ليميت بتاعه ده هو اللي يحدده هو, انا بحط اللور ليميت اونلي. طب لو بريماتور بيبيز زي ما احنا قلنا البري تيرم بيبيز عاده بيكون محتاج ريسبيراتوري اعلى من الفول تيرم بيبيز, هحطه على 40 تو 60 ده اللويست ديس ريت below the spontaneous breath rate اللي هو اللويست, لكن الهايست هو المريض هو اللي حدده بنفسه. طيب كويس او كيس سيناريوز, can we increase respiratory to decrease the work of breath؟ ما هو ده اللي احنا عملناه, البيشنت حاطط انتو حاطه على اس اي ام في والمفروض ان هو حاطط له 40 مثلا وابتدى ياخد بريس بتاعه وصل ل 60, معنى ذلك ان هو انت بتدي له سبورت 40 وال 20 هو اللي بيتنفسهم وابتدى ايه يتعب منك والورك بريس يزيد, الحل بتاعك انك بتزود الايه الريسبيراتوري, بتزود الريسبيراتوري بتزود السبورت بتاعه وده بيكون سيف. Which is more harmful, rapid respiratory rate or long inspiratory time؟ زي ما احنا قلنا هتزود inspiratory time هتزود pressure هتزود beep, كل ده بيكون harmful لو compare respiratory rate لان الاشياء دي كلها هتغير ال inverse ratio ممكن تدخل في auto beep barotrauma and all of this, لكن respiratory rate is more safer من ال inspiratory time انك تزوده او ال BIP تزوده او ال beep انك تزوده, لكن هي respiratory is more safer. يعني في ناس بعض الناس يقول لك يا ريسبيرتو هتحط 60 هتروح فين ده الماكسيمم 60, لا اذا كان ده الريت في الكونفنشنال 60 لكن ده ممكن ده في الهاي فريكوانسي بيصل للريت ل 900 بريث اكشوال ممكن توصل 1200 كمان لان الهرتز الواحده بتدي 60 بير سكند. طيب long respiratory time is more harmful than rapid respiratory rate, احنا قلنا فعلا انت طول ما انت بترفع بالrespiratory rate is better than انت ترفع بالrespiratory time او بالpressure, it will be less harmful rather than انت ترفع بالinspiratory time. طيب هنا ودي الstudies اللي اتعملت several clinical trials اتعملت ان انت rapid respiratory rate احنا قلنا more than 60 per minutes along with shorter inspiratory time it less injurious or dangerous or injury to the lung than slower rate.
يبقى انت لما ترفع انت الريت احسن من along with shortened inspiratory time هيكون less dangerous عكس اللي يكون slower rate. طب سي انا عايز اعمل ويننج من ادابتيف سبورت فنتيليشن، هتشيك على حاجتين مهمين، البرجر سبورت وتشيك على المينيت فنتيليشن. البرجر سبورت احنا قلنا الفرق ما بين البي اي بي والبيب، ادي اول حاجه. تانية النقطه الثانيه هتبتدي توين بالمينيت فنتيليشن وهتوين باي 20، احنا قلنا بالبرسنتج هتوين باي 20%، وفي نفس الوقت مع ما توين بالمينيت فنتيليشن هتوين بالبرجر سبورت. النقطة الثانية هتبتدي بعد ما تخلص المينيت فنتيليشن والبرجر سبورت تدخل توين الاف اي اوكسجين لحد ما تريتش 40 او اقل من كده. البرجر سبورت لازم يكون اقل من 16 اند ستارت سبونتينيوس بريثنج ترايل، بعدين تبتدي تدخل على حاجة اسمها سبونتينيوس بريثنج ترايل. ايه هي السبونتينيوس بريثنج ترايل دي؟ سبونتينيوس بريثنج ترايل ان انت بتقلل تايدر فوليوم تو مينيمم برسيرتي. فاكرين لما احنا حطينا البرسنتج بتاعتنا قلنا 25 دي اقل، دي الونابل والاعلى واحده اللي هي 350، وقلنا النورمال اللي هو ال 100%، وقلنا لو هو برونكال ازمه محتاج 90، لو هو اي ار دي محتاج اكتر من 120. فبالتالي انت المينيمم برسنتج للويننج اللي هي 25%، احنا قلنا النورمال 100، فانت كده داخل على مرحله الويننج. سبونتينيوس بريثنج ترايل، بعدين تنزل البيب ل 5 ومونيتور البيشنت ما بين نص ساعة ل 2 hours. If the patient fine and stable and no sign of respiratory distress، يعني البي adapted على ال setting اللي انت حاططها، ممكن انت تعمل له extubation. كده يبقى احنا وصلنا لنهاية ال adaptive pressure ventilation، وقلنا ده عبارة عن magic mode وان هو 3-in-1 وبيعتمد على ال patient respiratory effort، وفي نفس الادفانتج بتاعته انه بيوفر وقت للمريض، بيوفر وقت للدكتور انه ما يكونش قاعد جنب الميد يحول من مود تو مود لمود، وفي نفس الوقت بيقلل الفنتيلاتوري دايز ان البيشن ما يقعدش فتره طويله على الدايز، وفي نفس الوقت انه سيف عشان البارو تروما والاشياء دي كلها. شكرا، وان شاء الله نجهز حاجه تانية ان شاء الله. سلام.